دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري ودوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم تنظيم مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في القاهرة بمقر الاتحاد الإفريقي، وهتجري قرعة الكونفدرالية في الثانية ظهراً، بعدها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصراً. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مؤجلات الجولة 15 من عمر المسابقة، هيلتقي الزمالك مع الجونة في تمام الساعة 9:30، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع البنك الأهلي. والعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، هيلتقي المصري مع زاد في تمام الساعة 9:30 ليلاً. أيضاً لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار جولة الإياب من دور 16 لدوري أبطال أوروبا، هيلتقي أرسنال الإنجليزي مع بورتو البرتغالي في تمام الساعة 10 ليلاً، في نفس التوقيت هيلتقي برشلونة الأسباني مع نابولي الإيطالي.